السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله سنأخذ الجزء الثاني من الدرس السادس من الوحدة الثامنة إيجاد المساحة السطحية للمنشور. أهداف حصتنا اليوم: أولا أن نوجد المساحة السطحية للمنشور المستطيل، ثانيا أن نوجد المساحة السطحية للمكعب، وأخيرا أن نوجد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي. كتهيئة لدرس اليوم وتذكير بما أخذناه في الحصة السابقة، أطلب منك عزيزي الطالب أن تفتح كتابك صفحة 237 فقرة تدرب وحل مسائل. سنحاول أن نحل جميعا التمرين الثامن، والسؤال: أوجد المساحة السطحية. لو سألتك عزيز الطالب ما المجسم الموجود أمامنا؟ أحسنتم، هو مكعب. وقد تعلمنا في الحصة السابقة كيف نقوم بإيجاد المساحة السطحية للمكعب. فبما أن طول الضلع 8 سنتيمترات، إذن فمساحة الوجه الواحد أي تساوي 8 ضرب 8 تساوي 64 سنتيمترا مربعا. إذن فإن المساحة السطحية للمكعب SI تساوي 6 ضرب 64. أحسنتم أعزائي الطلاب، إذن SI تساوي 384 سنتيمترا مربعا. ممتاز. سنمر الآن إلى الصفحة 239 المثال الثالث، وهدفنا هو إيجاد المساحة السطحية لمنشور ثلاثي. نقرأ نص المثال: أوجد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي. الشبكة أدناه توضح شكل المنشور الثلاثي. ونلاحظ أعزائي الطلاب أن الشبكة تحتوي على مثلثين وثلاثة مستطيلات. أحسنتم أعزائي الطلاب، فلنحاول أن نحدد الأبعاد الموجودة على المجسم ونضعها على شبكة المنشور. أعزائي الطلاب، نبدأ بالمثلث، فأبعاده 9 سنتيمترات و12 سنتيمترا. أحسنتم، بينما الوجه المائل أبعاده 15 سنتيمترا و18 سنتيمترا. أما الوجه الخلفي فأبعاده 18 سنتيمترا و9 سنتيمترات. أحسنتم أعزائي الطلاب، أخيرا الوجه السفلي فإن أبعاده 12 سنتيمترا و18 سنتيمترا. أحسنتم أعزائي الطلاب. لنبحث الآن عن مساحة القاعدة المثلثة الواحدة. من يذكرني منكم بصيغة مساحة المثلث؟ أحسنتم، مساحة المثلث تساوي نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع. ممتاز، إذن نصف 12 ضرب 9 أي 54 سنتيمترا مربعا. بما أن للشكل قاعدتان متطابقتان وشكلهما مثلث، إذن سنبحث الآن عن مساحة القاعدتين وهي 2 ضرب 54 أي 108 سنتيمترات مربعة. سننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مساحة الوجه السفلي. أبعاد الوجه السفلي هي 12 سنتيمترا و18 سنتيمترا، والوجه السفلي مستطيل الشكل، إذن فإن مساحته تساوي 18 ضرب 12 وهي مساوية ل216 سنتيمترا مربعا. سننتقل الآن إلى مساحة الوجه الخلفي، وأبعاد الوجه الخلفي عزيز الطالب هي 9 سنتيمترات و18 سنتيمترا، إذن فإن مساحته مساوية ل18 ضرب 9 مساوية ل162 سنتيمترا مربعا. أحسنتم، الوجه المتبقي هو الوجه المائل. أبعاد الوجه المائل هي 15 سنتيمترا و18 سنتيمترا، إذن فإن مساحته تساوي 18 ضرب 15 تساوي 270 سنتيمترا مربعا. لنلخص الآن أعزائي الطلاب، وجدنا أن مساحة القاعدتين تساوي 108 سنتيمترات مربعة، مساحة الوجه السفلي تساوي 216 سنتيمترا مربعا، ومساحة الوجه الخلفي تساوي 162 سنتيمترا مربعا، وأخيرا مساحة الوجه المائل
وهي تساوي 270 سنتيمترا مربعا. إذا كيف سنجد الآن المساحة السطحية للمنشور؟ أحسنتم، سنجمع مساحات الأوجه كلها، ف108 زائد 216 زائد 162 زائد 270 تساوي 756 سنتيمترا مربعا. أحسنتم أعزائي الطلاب. دورك الآن عزيز الطالب أن تقوم بحل السؤالين A و B من الفقرة. حاول أن تحل صفحة 239. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة عن الأسئلة، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء حلك. لنبدأ بحل السؤال A يا عزيز الطالب. فلو سألتك ما المجسم الموجود أمامنا في هذا السؤال؟ أحسنتم، هو مكعب. كيف نجد المساحة السطحية للمكعب؟ أحسنتم، سنبحث عن مساحة الوجه الواحد، ثم نقوم بضرب المساحة التي تحصلنا عليها في 6. لنبدأ الحل الآن. بما أن طول الضلع آس يساوي 4 سنتيمترات وجزئين من العشرة من السنتيمتر، فإن مساحة الوجه الواحد آي تساوي آس ضرب الآس، أي 4 وجزئين من العشرة ضرب 4 وجزئين من العشرة. أحضرنا الآلة الحاسبة، فأربعة وجزئين من العشرة ضرب 4 وجزئين من العشرة تساوي 17.64 جزءا من المئة. أحسنتم أعزائي الطلاب. سنبحث الآن عن المساحة السطحية للمكعب، فضربنا 17.64 جزءا من المئة في 6، فكان الناتج 105.84 جزءا من المئة. نمر الآن إلى السؤال B. ما شكل المجسم الموجود أمامنا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، هو منشور ثلاثي. كيف نبحث عن مساحة السطحية للمنشور الثلاثي؟ ممتاز، نقوم أولا بإيجاد مساحة القاعدة المثلثة الواحدة، ونتذكر جميعا أن الصيغة هي نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع، ولدينا هنا قاعدة المثلث طولها 6 أقدام بينما ارتفاعه 4 أقدام. أحسنتم، إذا نصف 6 ضرب 4 تساوي 12 قدما مربعا. سنستنتج الآن مساحة القاعدتين، فمساحة القاعدتين تساوي 2 ضرب 12 أي 24 قدما مربعا. سنمر الآن إلى مساحة الوجه السفلي. الوجه السفلي هو مستطيل الشكل، إذا مساحته هي 6 ضرب 7 أي 42 قدما مربعا. كيف نجد الآن مساحة الوجه الخلفي؟ أحسنتم، الوجه الخلفي هو مستطيل وأبعاده 7 و5 أقدام، إذا مساحته 7 ضرب 5 تساوي 35 قدما مربعا. ما الوجه المتبقي الآن؟ المتبقي الآن الوجه المائل، فأبعاد الوجه المائل هي 5 أقدام و7 أقدام، إذا مساحته 7 ضرب 5 تساوي 35 قدما مربعا. لإيجاد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي سنقوم بجمع المساحات التي تحصلنا عليها، أي 24 زائد 42 زائد 35 زائد 35، فوجدنا أن المساحة السطحية للمنشور الثلاثي أعلى تساوي 136 قدما مربع. أطلب منك الآن عزيزي الطالب أن تفتح كتابك صفحة 240 فقرة تطبق فهمك، وأن تقوم بحل السؤال السابع، أوجد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي المجاور. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة عن السؤال، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء حلك. المنشور أعزائي الطلاب هو منشور ثلاثي، أبعاد قاعدته المثلثة هي 2 و2، حيث أن طول القاعدة المثلث يساوي متران، أما ارتفاع المثلث يساوي 3 أمتار. لنستكشف أبعاد الأوجه الأخرى أعزائي الطلاب، الوجه السفلي أبعاده متران و3 أمتار، أما الوجه الخلفي فأبعاده أيضا متران و3 أمتار. بقي لدينا الوجه المائل
وابعاده 3 أمتار ومتران وثمانية أجزاء من العشرة من المتر. لنبحث الآن عن مساحة القاعدة المثلثة الواحدة. صيغة مساحة المثلث هي نصف ضرب طول القاعدة ضرب طول الارتفاع، أي نصف ضرب 2 ضرب 2، وهي مساوية لمتران مربعان. إذن فمساحة القاعدتين، سنضرب مساحة القاعدة المثلثة الواحدة في 2، فصار لدينا 2 ضرب 2 أي 4 أمتار مربع. لنمر الآن إلى مساحة الوجه السفلي، فمساحة الوجه السفلي هي 3 ضرب 2 أي 6 أمتار مربعة. أما مساحة الوجه الخلفي فهي مساوية لـ3 ضرب 2، وهي أيضا مساوية لـ6 أمتار مربعة. أخيرا الوجه المائل، ومساحته 3 ضرب 2 وثمانية أجزاء من العشرة أي 8 أمتار مربعة وأربعة أجزاء من العشرة من المتر المربع. نستنتج إذن أن المساحة السطحية للمنشور الثلاثي تساوي مجموع المساحات التي وجدناها، أي 4 زائد 6 زائد 6 زائد 8 وأربعة أجزاء من العشرة، وهي مساوية لـ24 مترا مربعا وأربعة أجزاء من العشرة من المترات المربعة. أحسنتم أعزائي الطلاب. سأطلب منك عزيزي الطالب الآن أن تتوجه إلى فقرة تدرب وحل مسائل صفحة 241 وتقوم بحل السؤال 9. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة عن السؤال ثم أكمله بعد إنهاء حلك. المنشور الثلاثي المجاور أعزائي الطلاب، أبعاد قاعدته المثلثة هي 3 سنتيمترات كطول قاعدة المثلث وأربع سنتيمترات كارتفاع المثلث. لذلك فمساحة القاعدة الواحدة تساوي نصف ضرب 3 ضرب 4 تساوي 6 سنتيمترات مربعة. كيف نجد مساحة القاعدتين أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، نضرب مساحة القاعدة المثلثة الواحدة في 2، إذن فمساحة القاعدتين تساوي 12 سنتيمترا مربعة. سنمر الآن إلى إيجاد مساحة الوجه السفلي، فالوجه السفلي هو عبارة عن مستطيل أبعاده 3 سنتيمترات و 6 سنتيمترات، إذن فمساحته 18 سنتيمترا مربعا. أما مساحة الوجه الخلفي فهي مساوية لـ6 ضرب 4 أي 24 سنتيمترا مربعا. وأخيرا الوجه المائل، ومساحته 6 ضرب 5 أي 30 سنتيمترا مربعا. كيف نجد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، سنجمع مساحة القاعدتين مع مساحة الوجه السفلي مع مساحة الوجه الخلفي مع مساحة الوجه المائل. إذن فالمساحة السطحية تساوي 12 زائد 18 زائد 24 زائد 30 سنتيمترا مربعا، والناتج يساوي 84 سنتيمترا مربعا. ممتاز أعزائي الطلاب. أطلب منك الآن أن تتوجه إلى السؤال رقم 14، لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة عن السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء حلك. لنقرأ السؤال أعزائي الطلاب، انقد وبرر. يقول صالح إن المساحة السطحية للمكعب أدناه أقل من 1000 سنتيمتر مربع، هل هو على صواب؟ وضح إجابتك. ما الخطوات التي سنقوم بها أعزائي الطلاب لحل هذا السؤال؟ أحسنتم، سنبحث أولا عن المساحة السطحية للمكعب ثم نقارنها بألف. لإيجاد المساحة السطحية للمكعب سنبحث أولا عن مساحة وجه واحد، وهي مساوية لعشرة ضرب عشرة أي 100 سنتيمتر مربع. ثم سنضرب مساحة الوجه في 6، فسنجد المساحة السطحية للمكعب وهي 6 ضرب 100 تساوي 600 سنتيمتر مربع. قارن الآن عزيز الطالب بين 600 سنتيمتر مربع و 1000 سنتيمتر مربع. أحسنتم، ال 600 سنتيمتر مربع هي أصغر من 1000 سنتيمتر مربع، إذن فإن صالح على صواب. سننتقل الآن إلى سؤال تدرب على اختبار صفحة 242.
رقم السؤال 24. لذلك أوقف الآن الفيديو عزيزي الطالب للإجابة عن السؤال ثم أكمله بعد إنهاء حلك. لنقرأ السؤال أعزائي الطلاب: ما المساحة السطحية لمنشور مستطيل ارتفاعه متران وطوله 4 أمتار وجزئين من 10 وعرضه متران ونصف؟ سنستعمل صيغة المساحة السطحية، حيث أن صيغة المساحة السطحية هي 2L ضرب W زائد 2W ضرب H زائد 2L ضرب H. سنقوم بتعويض الآل بأربعة أمتار وجزئين من العشرة من المتر، والدبليو بمتران ونصف، والإتش بمتران. فوجدنا أن المساحة السطحية للمنشور تساوي 21 + 10 زائد 16.8 أجزاء من 10، وهي تساوي 47 متراً مربع و8 أجزاء من 10 من المتر المربع. أحسنتم أعزائي الطلاب. أشكر لكم حسن متابعتكم وانتباهكم أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.